مساء الخير أعزائي المشاهدين، مساء الحب، مساء الأمان، مساء السلام، مساء الوئام، مساء الوحدة، باختصار مساء البحرين. البحرين بقراها، بمدنها، البحرين بسنتها، بشيعتها، البحرين اللي ما تصير بحرين إلا بالاثنين. مساء الخير أعزائي المشاهدين، ونرحب معاكم الليلة في لقاء خاص مع معالي الشيخ خالد بن أحمد وزير الخارجية البحريني. أهلا وسهلا. مع الوزير، شفت اليوم المسيرة الحاشدة اللي الحين كنا نتابعها على الهواء مباشرة. نعم شفت. وناس كثير حتى ما مداهم يوصلون، يعني شنو تعليقك عليها؟ والله تعليقي عليها أنها مسيرة وحدة وطنية، مو فقط باسمها أو عنوانها، لكن واضح أن شارك فيها أهل البحرين كلهم بغض النظر عن انتماءاتهم أو بغض النظر عن طوائفهم، لكن كانت مسيرة تؤكد الكلام اللي أنت قلتي أن احنا شعب واحد وبلد واحدة، ومهما كان يعني مهما كان عندنا من اختلاف، وهو موجود اليوم عندنا اختلاف، لكن احنا دائما من كل اختلافاتنا دائما نطلع أقوى، والأمثلة كثيرة. نعم. دائما شعور الوحدة وخطوات يعني الشعب الواحد والإحساس الواحد تزيد وتعمق بعد أي اختلاف بسيط إن شاء الله. هذه اللي أنا أشوفها الحين، وإن شاء الله متفائلين بالمستقبل. يعني إحنا كنا نشوف الوجوه حتى ما تقدر تميز، يعني ما اللي يميزنا يعني؟ عمرنا ما قدرنا نميز. نعم. بين بعض، يعني الواحد إذا بيحسب. اليوم كنت أتابع في الإعلام الاجتماعي تويتر، أشوف بعض الشباب البحرينيين شو اللي يجمع البحرينيين مجتمعين عليه. كل واحد طلع لي بكلام وأفكار، يعني حتى ممكن تكون في حياته المعيشية. نعم. شي يحب وش ما يحب. أكثر الأمور تجمعنا ما تفرقنا. نعم. أكثر الأمور، لكن إذا كانت ردت على موضوع ولا موضوعين فهذه يعني تعتبر أمور بسيطة. إحنا الحمد لله شعب واحد متحاب، متحد، نظرته واحدة، قلبه واحد، ومتفائلين جدا إن شاء الله بالمستقبل. متفائل؟ جدا. الحمد لله. عمري ما تشائمت حقيقة. يعني ودائما أنا كان مثل ما أقول لك، أقول لك دائما حتى لو يصير أي شيء. صحيح. خلاف، حزن، شعور بأي شكل من الأشكال غير طيب، ما شاء الله عليهم البحرينيين، ألف ما شاء الله عليهم، دائما يردون أقوى. ايوه. وانا ولذلك اقول لك اني انا متفائل جدا ان شاء الله. دائما يردون اقوى مع بعض، ودائما محبتهم هي مثل الغبار اللي عليها ويزول في لحظه، ينزاح ان شاء الله، ينزاح في لحظه. اليوم معالي الوزير في ندائين، كان هذه اللي تكلمنا عنه، نداء الوحده الوطنيه موجه. نعم. من قوى، يعني احنا ما نقول حتى سياسيه، بعضهم حتى مو سياسيه، تجار، على شيوخ دين، على شخصيات عامه. خليني اقول لك، انا شفت. اي تفضل. انا شفت قوة يعني كانت تلقي خطابات في الاحتفال، وقالوا كلام يعني يمثل أيضا يمثل شعب البحرين. صح. بس المنظر الحقيقي هو المستمعين. أيوة بالضبط. المنظر الحقيقي هو هذا الجمع الهائل اللي كان ذهب ليؤكد على هذه الوحدة الوطنية. هذا هو الأهم حتى من الخطاب اللي سمعناه، مع احترامي خطاب. صح صح. في كثير من الأمور اللي يطلبها المواطن البحريني، لكن الأهم هو المنظر اللي توجهوا فيه شعب البحرين كلهم ليقولوا لصاحب الجلالة الملك أننا معك، وأننا شعب واحد، وأن طريقنا واضح، ونحن متفائلين بالمستقبل. أتصور كأنها بيعة ثانية، يعني هذه هي دائما البيعة، عمرها دائما متواصلة، والحمد لله رب العالمين. في نداء سبق كان في النهار اليوم الصبح، اللي هو نداء سمو ولي العهد للتوجه لطاولة الحوار مرة أخرى. حقيقة يعني نريد تفاصيل. قبل أتكلم عن النداء، أبي أذكر اللحظة اللي دخل فيها سمو ولي العهد عليكم في البرنامج. أي. هذه كانت لحظة حقيقة فارقة، يعني لحظة لما سمو ولي العهد يعني شاف الأمور في الوطن قد تتوجه إلى أزمة. نعم. وبنفسه بدون ما حد يقول له ركب سيارته هو يسوقها، وجاكم من هنا في تلفزيون البحرين.
في ناس تسألني حتى عن التفاصيل شلون صار، أنا ترى ليه وصل لهني أنا ما أدري منه اللي قد جاي. قد لا أعلم بتلك التفاصيل، إيه؟ لكن أنا أعرف أنه قرر بنفسه. نعم. وقرر من دافع وطنيته ومن دافع حبه لوطنه وحبه لشعبه. اللي ما حب أنه يشوف منه يمر في أي مرحلة صعبة. نعم. فجاء بنفسه وقعد معاكم وكان واضح في عفويته وواضح في كلامه، وما حبه يعني طبعا أنا أمدح في صاحب سمو ولي العهد لأنه غني عن هذا المديح ويعني الكل يعرفه. صحيح. لكن هذا أعتبرها نقطة فارقة أثبتت أن يعني قيادتنا لما يشوف أي وضع مثل هذه لن تتردد أن تخاطب شعبها في أي لحظة وبسرعة. فمجيء لهني فتح الباب، وطبعا صاحب الجلالة الملك الله يحفظه على طول أصدر الأمر الملكي بأن يتولى صاحب السمو الحوار الوطني. الحوار الوطني الحمد لله الآن سيبدأ. البيان اللي تطرقت له اللي هو اللي صدر اليوم هذا البيان مهم. هذا البيان يعني حقيقة وخصوصا بعد ما سمعنا من مختلف يعني مكونات الشعب البحريني أن الحوار هو الطريق إلى الكل يعرف أن الحوار هو الطريق إلى الأمام. أيضا الدعم الدولي، وهذا الشيء أنا أعلم كثير. راح نتكلم عن الدعم الدولي. إيه في من المنطقة أو من الدول الأخرى، إن الحوار هو الطريق الأمثل. وحقيقة فهذا البيان يؤكد لشعب البحرين إن لنعمل معا ولا نأخر. صحيح. كل يوم نضيعه هو يوم نخسره. بالضبط. ويجب أن نبتدي نشتغل من الحين، لأن كل يوم نشتغل فيه نكسب فيه. هو الآلية أو يعني مجهولة شوي حق الناس، يعني الناس شافت مجاميع قاعدة تدخل وتسلم على سمو ولي العهد، ويعني بعضها تجار بعضها جمعيات بعضها، شو الآلية شو قاعد يصير؟ هذه ليست جزء من الحوار. إيه؟ هذه ما قبل الحوار. المجاميع جاءت بنفس جاءت وطلبت أن تقابل صاحب سمو ولي العهد بنفس، يعني يعني في طلبات قدمت وتم استقبالها طبعا. طيب. وفي ناس طبعا يعني ولم يغلق الباب في وجه احد. فحدث ما بين اول طلب واللقاء الاول يمكن ساعه ليس اكثر. فجاءوا وكان هناك مجموعه يعني من بعد النداء والطلبات جاءت بعد ساعه. اي نداء تقصدين؟ يعني اول زياره اللي هي التلفزيون من بعدها نعم. أي. عقب ثاني يوم. أي. اذا انا مو بغلطان جاء اول وفد وكان فيه الشيخ عبد اللطيف المحمود ومجموعه من رجال البحرين، وثاني وفد كان فيه مجموعه من تمثل حقيقه المجتمع البحريني بكله بكل مكوناتهم. صحيح. من تجار. صحيح. من محافظين، من رجال اعمال، من صحفيين، من حقوقيين كانوا موجودين، وانا كنت تشرفت ان اكون مع صاحب السمو في الاجتماع. وكان حوار شامل يعني، وهذه يعني يدلش ان هذا التنوع يما جاء كان واضح ان هذا التجمع هو تجمع وحده وطنيه جايين يكلمون صاحب سمو ولي العهد في شان وطنهم. فمساله الفرقه ما بين الشعب الواحد غير وارده. صحيح. ولن تحدث ولن يسمح بها الشعب نفسه قبل ما ان قيادته طبعا بحكم رعايتها لن تسمح به، لكن الشعب نفسه لن يسمح. فهذا كان شيء مهم. وتعددت النقاط طبعا. الباب مفتوح، صاحب السمو عنده باب مفتوح للجميع. هل ما زال الباب مفتوح لي يعني اليوم جاءت اذا انا ما بغلطان غرفه التجار الى الى او التجار الى الى صاحب السمو. طبعا الباب مفتوح، لان اذا كيف يغلق الباب بما بان احنا نناقش كيف ننجح في هذا الحوار. فالباب لكل اي مجاميع تريد ان تناقش او لديها اي تساؤلات، صاحب السمو ولي العهد بابه مفتوح. شنو أبرز ما دار في هالحوارات اللي تمت هذه؟ والله دارت أول شيء التأكيد على وحدتنا الوطنية. هذه النقطة الأولى الرئيسية. أنا لم أحضر الحوارات كلها. اللي حضرت يعني. بعضها. ما في شك أنها تشابهت في البداية. وحدة وطنية ثم وحدة وطنية. ما في شك أنها تشابهت بأن إحنا وطننا أبدأ بأن إحنا كلنا ندافع عنه. ولا نسمح له أنه ينزلق إلى 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 طائفية أو إلى يعني خراب أو دمار أو تطرف أو استقطاب ما بين مكونات المجتمع. هذا لن يسمح به. فكان هذا الكلام هو الذي خرج من أبناء الشعب اللي كانوا موجودين في مجلس صاحب السمو.
فهذه الحقيقة اللي كان أول شيء. وبعدين طبعا كانت هناك تساؤلات، كانت هناك اقتراحات لآليات الحوار، لبنود المناقشة، لكيفية إجراءه. هاي طبعا الآن لا زال جاري بين 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 من أتى لصاحب السمو، وطبعا صاحب السمو طبعا يجمع الأفكار كلها من الجميع، لأنه بطبع هل قدمت مكتوبة، هل شفهية، لا. هل كان كل مجموعة لها مندوب أم لا حوار أبداً يعني؟ كان حوار مفتوح. أوكي. لم يكن هناك ناطق رسمي لأي مجموعة، لم يكن هناك شيء مكتوب، جاءوا بنفسهم وتكلموا بحرية، والكل تكلم، لم يكن هناك واحد يتكلم والباقي ساكتين. الكل تكلم، يعني في كل اجتماع تكلموا فيه على الأقل 10 إلى أكثر. هذا هو روح الشيء. فطبعا سمو ولي العهد قال إحنا، وقالها في كلمته، قال نبي نضع الأفكار مع بعض. لن يضع جدول الأعمال أو لن يضع النقاط بنفسه، يريد أن يسمعها، يريد أن يأخذها من شعب البحرين ويعمل فيه على تحقيقها مع شعب البحرين. فهذه البداية هي الأساس الصحيح. يعني كل مجموعة قال لهم مثلا كتبوا مقترحاتكم تأتيني مكتوبة وبعدين احنا بنحطها في سلة واحدة، ولا سمع مقترحات. أوكي. سمع مقترحات من 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 أبناء الشعب، وأيضا فتح الباب لهم أن يقدمون أي مقترحات. لكن طبعا بدء الحوار ستكون لها آلية معينة، واللي هي لا زالت توضع. فنتكلم عن اليومين القادمين إن شاء الله. المقترحات حول الآلية ولا المقترحات حول ليس فقط الآلية، لا اللي يبونها. شنو الإصلاحات اللي يبونها؟ هذه هي رقم واحد. شنو الإصلاحات اللي يبونها؟ شنو المواضيع اللي يحبون يتكلمون فيها للإصلاح؟ شنو الهموم؟ شنو القضايا؟ شنو المثالب الموجودة في عملنا السياسي؟ هل ارتفع سقف الحوار مثلا؟ شلون؟ هل ارتفع سقف الحوار عما كان سابق؟ ولا هو نفس المطالب الإصلاحية السابقة؟ يعني إنه بيروقراطية، إنه مثلا أنا ما أدري شلون أفهم يعني شنو اللي صار بالضبط؟ يعني شنو أبرز ما قيل؟ أبرز المطالب اللي طرحت؟ أنا ما أدري شلون أفهم كلمة إذا ارتفع سقف الحوار أو ظل ما هو أو نزل، لأن سقف الحوار دائما مفتوح. لكن الآن لأن إحنا في هذا الظرف اللي ما نبي العصيب، اللي ما نبي وطننا يتم فيه، فطبعا ما في شك أن كل شيء يتم الحوار فيه، فهذا يترك للحوار. ما نحن فيه إحنا هذه المرحلة هي مرحلة تهدئة، مرحلة انفراج، مرحلة تثبيت الأمن والسلم، علشان ندخل في هذا الحوار الحقيقي بنفوس طيبة ونفوس هادئة. هذا ضروري، ما حد يقدر يقعد على طاولة الحوار وهو زعلان. ما حد يقدر يقعد على طاولة الحوار وهو لا زال يعني مهموم بشكل أو عنده ألم بشكل من الأشكال. فمتفائلين حقيقة. يعني أنتم معطين الموجودين مثلا المعتصمين هناك، معطينهم وقت إلى أن هم يعني يأخذون فرصتهم؟ والله هم موجودين يعني في المنطقة هناك، لكن طبعا نحن نتكلم مع قيادات وجمعيات كل المجتمع البحريني. هل في وقت مثلا ممكن يبتدي الحوار واذا ما جاء هم بعد يعني كيفهم؟ لا راح تنتظرونهم الى انهم يجون؟ لن يكون هناك تسرع، ولن يكون هناك انتظار اكثر من اللازم، لان الوطن لا ينتظر. الوطن يجب ان ناتي جميعا، وانا متفائل حقيقه. انا لا ارى باذن الله اي تاخير او اي تسويف او اي مماطله، ليس هذا من طبع شعب البحرين. أي من لديه مطالب قد يكون إلى هذه اللحظة يدرس مطالبه، ولا نتسرع ولا نحكم على أحد. خلي والمطالب راح تيجي، وسيكون هناك حوار حقيقي كما قال صاحب سمو ولي العهد، حوار حقيقي يأخذ البلد في مرحلة جديدة. هذه كما تفضل ليست صفحة فقط، هذه مرحلة جديدة ندخل فيها. في ملامح واضحة لهالمرحلة الجديدة؟ ما نقدر نحط ملامح. يعني الوفاق أو حتى من يعني المجموعة اللي اعتصمت، لأن أنا حتى يعني مو عارف الوفاق كانت قبل ما معاهم بعدين صارت معاهم، فإحنا مو عارفين هاي. لا أريد يعني حطت مثلا تعديلات دستورية، نبي هناك مطالب كثيرة معروفة يعني إن كان من هل اللي ياو كانوا في مقتربين من هاي الاقتراحات ولا بعيدين عنها ولا؟ هذه المطالب طبعا سمعناها دائما، سمعناها يعني على مر الفترة الماضية هذه اللي سبقت. هناك مطالب معروفة، وهناك مطالب قد تطلع جديدة. الآن حتى الآن الشباب عندهم مطالب، النساء عندهم مطالب ويريدون أن يشاركون، طبعا الكل له مطلب. فهذه ستنخل بطريقة جماعية، ليس فقط من رئاسة الحوار المتمثلة في صاحب السمو ولي العهد، بل أيضا في المشاركين في الحوار. سيضعون آليات
وسيضعون تنظيم لكيفية مجريات هذا الحوار. وهذا يؤكد أن العمل سيكون جماعي، ولذلك أي كلام أقول الآن لا تأخذينه لأنه يسبق بدء الحوار. تشوفوا العمل كيف يتطور في مع بدء الحوار، لأن هذاك بيكون هو القرار الحقيقي اللي بيكون قرار تم بحثه جماعيا ما بين صاحب السمو ولي العهد وما بين المشاركين في الحوار. في خط أحمر لا يمس في الحوار والبقية مقبول؟ ما فهمت. يعني هل هذا الموضوع غير قابل للنقاش والحوار وبقية المواضيع مقبولة؟ لا شوف، ما في موضوع خط أحمر لن يطرح في الحوار بما فيها المطالب اللي يعني ارتفع سقفها في عند خلينا نوضح كلامي. ما في موضوع لن يمنع مشارك في الحوار من طرح أي موضوع يراه على طاولة الحوار، لن يمنع. حتى اللي قالوا في الذي ما نريد النظام، شنو الرد على هاي؟ عفوا مسألة النظام هذه مسألة الشرعية. نعم. شرعية البلد. اللي يقول ما يريد النظام هي يقول ما يريد بلاده، لأن البلاد هذه نظام شرعي ومتعارف عليه وأخذ رأي الشعب فيه. أخذ رأي الشعب فيه كذا مرة، ما يحتاج نقول إذا برجع، ما يحتاج أرجع إلى منذ الاستقلال والأمم المتحدة، خلينا أرجع إلى ميثاق العمل الوطني وياي إلى الانتخابات اللي بعده. هذا النظام شرعي وقائم. فمسألة الحوار يكون في إطار ميثاق العمل الوطني، في الإطار الشرعي، وفي إطار دستور مملكة البحرين. وإن جاءت مطالب تطلب تعديل أو تطلب بعض من التغيير أو تطلب بعض من الإصلاح حتى في هذه المجالات فستكون على طاولة الحوار. يعني ممكن مثلا نحن في الميثاق العام الوطني وحتى في الدستور مسألة المجلسين غير قابلة حتى للتعديل، هذه نظام النظام السياسي، النظام الشرعي الدستوري. نعم. للدولة، والدستور لا يعني أخرج حتى هذه من التعديلات. ليش؟ الآن هناك في مطالب حول هالمجلسين، كيف يتم التعامل معها؟ طبعا قبل أن تفكر، قبل أن نتكلم فيها كمطلب يطرح على الطاولة، خلينا نتكلم فيها كمبدأ. مملكة البحرين مجتمع يعني متعدد الوجوه والطوائف والمشارب، لكن ما في شك نظام المجلسين حقيقة أخرجنا من مسألة، لا أقول صدام، لأن هناك من يقول مثلا في بعض الأنظمة إذا كان هناك مجلس وحكومة يصير بينهم صدام دائم. لا، أنا لا أتكلم عن صدام، أنا أتكلم عن الشمولية وجمع الكل في أي مكون، إن كان فكري، إن كان جمعية، إن كان تنظيمي، لا زال هناك نوع من الإقصاء. لا زال يصبح الكثير من المواطنين يقرر قراره، ينظر إلى شيء معين بنظرة، أو ينضم في تنظيم معين حسب خط يكون يا أما أنه إثني أو أنه ديني أو أنه طائفي. نعم. لا زال مجتمعنا وإحنا عارفين هذه الأمور صح موجودة، هذا الواقع. فإذا المسألة جاءت إلى أخذ قرار بمن بدون ناس تم لأنهم أقلية لم يكونوا موجودين في هذا المجلس، صح. أين تذهب هذه الأقلية؟ أين تذهب المرأة التي بصعوبة تمكنت من الوصول بممثلة واحدة بصعوبة؟ فلازم في هذا الظرف من الزمن في هذا البلد، وهذه نظرة سيد صاحب الجلالة، أن الجميع يمثل والجميع يأخذ رأيه، وبالأخص الشخص والمواطنين الذين هم خدموا وطنهم وما عندهم أي تحزب أو أي انقسام. طيب. فمن لا يوجد هنا يوجد هناك في هذا المجلس، هذا الوضع اللي احنا فيه في هذا الظرف. إذا أصرت الوفاق على مطلب إلغاء مجلس الشورى، يعني كيف راح يتم الإصرار على أي مطلب؟ مو بس هاي المطلب، أي مطلب لا آخر؟ لا نسبق الأحداث. احنا نتكلم الآن عن الحوار الوطني الذي أطلق صاحب سمو ولي العهد. فأرجو أن لا أشير إلى الأخوان في الوفاق أو إلى غيرهم بما سيقدمونه من مطالب، لأن في هذه الطريقة احنا نستبق وكأننا نقول أنهم سيقدمون هذا المطلب، وهذا كلام ليس عدل يعني تجاههم. لننتظر مطالبهم إن شاء الله، حالهم حال غيرهم، ودائما متفائلين بالنجاح إن شاء الله. هل تم الاتصال معهم؟ في تواصل الآن ما بين الشيخ سلمان ولي العهد؟ لم يقف الاتصال ما بين صاحب السمو ولي العهد والجميع، والاتصال كان دائم منذ اللحظة الأولى. مع الوفاق ما زال موجود؟ مع الوفاق ما زال موجود.
ممكن تحدد الشخصيات اللي لا تتصل لا او حقيقه لا 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 ندخل في هذا الشيء، بس يعني طبعا الاتصال عمره ما انقطع عمره ما انقطع مع اي من المكونات، ان كان هذاك بالوجه او ان كان بالتليفون او كل شيء، لكن دعونا نعمل، لان اي تحديد في هذه اللحظه غير مطلوب، لان الحقيقه المضمون وليس في الشخص وليس في الوقت، المضمون كيف اللي راح ننجح فيه. هل تشعر ان في امل يعني في قبول جلوس على طاوله الحوار ولا؟ انا متفائل. متفائل؟ نعم. انت دائما متفائل شيخ. متفائل لا والله متفائل بحق وحقيقه. متفائل في هذا الشعب الابي، في هذا الشعب الطيب، في هذا الشعب الواعي اللي عارف مصلحه بلاده وين. يسيئكم بعض العبارات والشعارات اللي مرفوعه في شنو ردت فعلكم؟ ما في شك، لا في اذا فيها عبارات فيها اساءه ما في شك، ان ليس الاساءه ان احسبها انا بنفسي او تحسبها القياده، بس ايضا كل مواطن بحريني غيور ما يرضى على بلاده مثل ما يرضى على نفسه. صحيح. بسألك معالي الوزير على لجنة التحقيق اللي أمر فيها صاحب الجلالة حول الأحداث المؤسفة اللي صارت والوفيات اللي حدثت يعني واللي نأسف لها جميعا يعني. شنو آخر التطور اللي صارت عليها؟ لجنة التحقيق بدأت اجتماعات وتجتمع وتبحث الموضوع برئاسة معالي نائب رئيس الوزراء سيد جواد سالم العريض، أحد خيرة رجال الوطن حقيقة، تعمل بحرفية وحسب معايير دولية معروفة في هذا المجال، وأتوقع أنا لا أعلم كم ستأخذ من الوقت، لكن أتوقع أنها ستنجز في الوقت المطلوب أو في الوقت المناسب لإنهاء عملها. هل بالطول يعني هل لها ديدلاين مثلا أنه ما تطول عن شهر شهرين؟ ممكن يعني يكون لا أعلم. يقال أن مثلا هذه مجرد تسويف وأن إحنا ما راح نشوف نتائج وأن ليس هناك أي تسويف، هذه اللجنة أمر فيها جلالة الملك لجنة حقيقية ومثل ما قلت لك معايير دولية، أحد المعايير الدولية هو عدم التسويف وعدم التأخير والمماطلة، فما دام قلنا حسب المعايير الدولية أنا متفائل وأتوقع أنها تنجزها في الوقت اللي هو المفروض يكون تنجزها فيه. وشيع أن في أحد أعضائها اعترض أو قدم استقالته منها يعني طلع؟ لا أعلم هذا الشيء حقيقة. لا هي شكلت بعد حادث بعد وفاة الاثنين اللي أول يوم. نعم الله يرحمهم. لكن صارت أحداث فيما بعد اللي هي حادث الدوار، فهل يتشمل أيضا التحقيق يشملها؟ نعم بعد صاحب الجلالة الله يحفظه أمر بتشكيلها بعد وفاة المواطنين الاثنين الأوليين في يوم واليوم الثاني. نعم الله يرحمهم. طبعا جاءت أحداث بعدها اللي هو يوم الخميس ويوم الجمعة. طبعا اليوم بعد سمعنا خبر محزن أنه أحد المصابين توفي رحمه الله. ما في شك أن اللجنة سيغطي عملها هذه الأحداث التي أيضا إلى بعد، وهذه كان أمر جلالة الملك واضح في هالشيء. طيب صدرت يعني صدرت تقرير في هاللجنة، شنو اللي الخطوات الثانية؟ أترك هذا الموضوع إلى اللجنة، هم المسؤولين عنه وهم اللي راح يقدمون الاقتراحات وهم اللي راح يقدمون قرارهم واضح. ومن بعد ذلك طبعا لن تتهاون ولن تكون مملكة البحرين إلا ملتزمة باتجاه مواطنينها في هذا الشأن بكل قانونية وبكل أمانة. هل سينظر للأحداث هذه من منظور سياسي ولا منظور ميداني؟ يعني إن من كيف حدث يعني كيف حدثت الواقعة؟ هل كان رجل الأمن يدافع عن نفسه ولا منظور أم إن قرار سياسي بمن اتخذ هذا القرار؟ لا 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 منظور ليس هنا قرار سياسي. القرار السياسي واضح، حماية أرواح المواطنين إن كان في هذه الأوضاع اللي توفوا فيها أو إن كان في أوضاع ثانية، حماية أرواح المواطنين هذه هدف الدولة الرئيسي. إذا يعني ما في قرار سياسي صدر بإطلاق الرصاص؟ أبدا ليس هنا قرار سياسي من أي جهة بإطلاق الرصاص على أي واحد من المواطنين العزل. إن كان حصل شيء ففي حالات الاشتباك من يضمن إيش اللي صار؟ أنا لن أعلق حقيقة ولن أدعو نفسي أن أقول فلان كان عنده في يده شيء او هذه متروك للجنه. لا خلينا نتكلم من حيث المبدا يعني. من حيث المبدا ابدا ليس هناك قرار سياسي، القرار السياسي الواضح في دستور في مملكه البحرين وفي امر صاحب الجلاله الملك وفي وجدان الشعب البحريني معروف، ليس هناك قرار سياسي بان مواطن بحريني يتعرض لاي اذى. لكن الحقيقه انا بقول لكم ليس اول مره
في إن كان في البحرين أو غير البحرين، أن يكون في تظاهرات أن يسقط فيها ضحايا في كل تظاهرات العالم. في الولايات المتحدة سقطوا ضحايا، وأنا كنت طالب هناك في حرم جامعة، وكلنا يتذكر الضحايا اللي سقطوا في بلدان كثيرة. هذا شيء طبعا لا نرضى به، مؤلم، وخصوصا احنا عاد كبحرينيين. هذه جرح فينا كلنا، من جلالة الملك الى مثل كلنا احنا مجروحين في هذا الشيء. لكن المسألة قيد التحقيق، وان شاء الله باذن الله ان نتيجة التحقيق ستعطي كل ذي حق حقه ان شاء الله. في مطالب رفعت السقف، يعني مثل ما يقال عالية جدا، يعني سواء كانت اللي في المعتصام أو حتى من اللي ياو، يقال إن هناك كان انتقاد صريح لأداء الأداء بشكل عام الحكومة والسلطة التنفيذية، أو حتى أحيانا على اختيار وتعيين الوزراء، ومثل ما سمعنا بعد الشيخ عبد اللطيف قال هالكلام. هل هذه مثلا تنظرون له وكأن لا غير مقبول أو لا يسمح فيه؟ مقبول، مقبول وعلى الطاولة، مقبول. توجيه صاحب السمو واضح، أرجو أن نقرأ بكل وضوح ونسمع بكل وضوح. كل شيء سيكون حوار حقيقي، لن يستبعد شيء للوصول إلى إصلاح حقيقي كامل يبني على مكتسبات المشروع الإصلاحي كله. نحن لن نعود إلى نقطة الصفر. أرجو أن نعي أن المشروع الإصلاحي حقق في هذا العقد من الزمن اللي مضى الكثير لشعب البحرين. نعم. فالآن راح نبني عليه ونمضي قدما. نحن لن نراجع شيء، نحن سنمضي قدما في هذا المجال وسنبني على المشروع الإصلاحي. أما مراجعة خطأ أو شيء، طبعا راح الواحد يراجع أخطاء في الإجراء أو في الإبطاء أو أي شيء ذكرت، لكن ما في شك أن كل مكتسباتنا سيحافظ عليها وسنبني عليها إن شاء الله. إن شاء الله. خلينا ننتقل معك على محور ثاني معالي الوزير، اللي هو ردود الفعل الخليجية والدولية حول الأحداث اللي صارت. وخليني أبدأ من المحور الخليجي. المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات أصدروا بيانات يعني تدعو المعارضة للاحتكام للعقل والجلوس على طاولة الحوار مع القيادة والاستجابة للدعوة اللي أطلقها سمو ولي العهد. أول شيء يعني مغرب أن احنا نسمع هاي الدعم، يعني نعم. بس هل هو دعم مثلا للقيادة للأنظمة وليس دعم للشعب مثلا؟ أرجو أن تكوني قرأتي تركي الثلاث البيانات الآن بوصل لهم. خلني أبتدي بالبيان اللي صدر قبلهم، اللي هو وزارة الخارجية. وزارة الخارجية اللي عقد في مملكة البحرين، والمؤتمر الصحفي اللي عقد بعده اللي قرأت أنا بنفسي فيه البيان المشترك. البيان يتعلق بالدعم من دول مجلس التعاون كامل لمملكة البحرين، لكنه ليس دعم أعمى الحقيقة. شوف، دول مجلس التعاون تقف قلبا وقالبا مع مملكة البحرين، هذا معروف. كان في إمكاننا نطلع من هذا الاجتماع ببيان فيه دعم كامل وواضح ذي، لكن قد يكون هذا البيان نوعا ما أجوف بشكل أو بآخر. كان مضمون البيان، وأرجو من جميع الأخوة والأخوات أنهم يقرؤونه، فيه مضمون يتضمن كثير من الأمور اللي إحنا في البحرين موجودة، اللي هي حرية التعبير، المشاركة، الإصلاح، تم الإشارة إلى لجنة التحقيق. هذه ما في شك إنها هي المسجات اللي يجب أن تصل إلى شعب البحرين. صحيح. والله إذا المسألة إلى حكومة المملكة البحرين دعم عمومي، هذا سهل. صحيح. لكن كتابة هذا البيان وبعدين الدعم سياسي، دعم أمني، إحنا جزء من هذه المنظومة، دعم عسكري، احنا جزء من اتفاقية عسكرية موحدة. إشارة إليها هنا ليست ان تعاون عسكري يعني في هذا المجال للظرف اللي احنا فيه، بل أشير إليها لان بيننا اتفاقية دفاعية. الكلمة المهمة هو ايضا الدعم الاقتصادي، لان احنا ولا نتكلم عن دعم يوجه الى مملكة البحرين، بل نتكلم نوعا ما عن تعاون اقتصادي بين دول المجلس تتكامل وتعين بعضها بعض، وهذا ليس شيء غريب علينا. صحيح. وليس وهذا الشيء يعود إلى قبل مجلس التعاون. مملكة البحرين كانت دائما مع أخوانها سباقة في إعانة بعضها بعض. صحيح. فهذا الشيء الآن نستكمله على تاريخ مملكة البحرين وتاريخ غيرها من الدول في إعانة بعضها بعض، ودائما احنا شعب واحد، ودائما هذه الدول حقيقة مواقفها لا ولن تنسى. أكيد. هل تنظر الدول الخليجية؟ عفوا، أنا ما تكلمت عن الثلاث البيانات، لأن قلت لك بتكلم عن ذاك أول. نعم. هذه الحقيقة ثلاث البيانات من
المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، تصريح معالي الشيخ محمد الصباح من الكويت، وحسب ما ورد في الجريدة كان موقف يعني واضح، موقف دعم لمملكة البحرين، أن مملكة البحرين الكل سماها بأنها يعني بلد واحدة مع البلاد اللي صدر منها التصريح. وهذه طبعا المواقف غير مستغربة طبعا على الأشقاء، لكن في هاللحظات هذه حقيقة لما يكون في احنا في أزمة أو في محنة تعني الكثير، تعني الكثير، ولن ننساها، ما حيينا ما حيينا، شعب البحرين لن ينساها أكيد. نعم. هل تعتقد أن في مثلا مخاوف من بعض الدول الخليجية اللي مثلا ما لحقتنا دستوريا أو إصلاحات سياسية أو تتفاوت، يعني خلينا نقول مو هذا، هل في مخاوف وفي ضغوط أن لا تروحون أبعد من كذي، الفروقات اللي بيننا وبينكم وايد، هذا يشكل ضغط علينا؟ 10 سنوات إحنا في 14 فبراير احتفلنا ب10 سنوات على ميثاق العمل الوطني. في 10 سنوات لم يأتينا ضغط واحد من أي دولة كانت، لأن ليش؟ إحنا عمرنا ما قلنا إن إحنا اللي قاعدين نسويه في البحرين هو مثل للجميع. إحنا المجتمع وكل مجتمع له خصائصه. إحنا في هذا الظرف من الزمن في تلك السنة قبل 10 سنوات رأى صاحب الجلالة الملك الله يحفظه أن يجب أن إحنا نخطو قدما في خطوة إصلاحية كبيرة تأخذنا سياسيا واقتصاديا إلى الأمام، ولازلنا إحنا نجني من ثمراته. لكن اللي ما منا شك أنه للبحرين وفقط للبحرين. البحرين لن تكون يوم ونحن ندري نعرف في البحرين أن خصوصياتنا هذه في البحرين تختلف أيضا، رغم أن نحن في مجلس تعاون واحد، لكن كل دولة لها ظروفها لها خصوصياتها. البحرين لن ينطلق منها أي شيء يؤثر بأي شكل من الأشكال على خصوصية أي دولة أخرى ثانية. واضحين في المجال، ما هو لنا نفصل على مقاسنا، مقاس البحرين وشعب البحرين، وكتبه يعني جلالة الملك بيده مع شعب البحرين حينما خط الميثاق العمل الوطني. نعم. فهذا الشيء هو للبحرين، ولن ننظر إلى أبعد من حدود مملكتنا في هذا الشيء. فما في أي نوع من مثلا الرسائل اللي تصل البحرين أن لا تروحون أبعد من كذي، وأن يعني أنتم رسائل يعني سلبية؟ يعني لا سلبية أبدا يعني. أبدا لم تأتينا ولا رسالة سلبية، وإذا أتانا شيء حقيقة أتتنا رسائل إيجابية من الجميع، لأن البحرين جزء من مجلس التعاون. هل يأثر عليهم أو يخوفهم ويطلق هواجس هالاضطرابات اللي قاعدة تصير مثلا عندنا الحين؟ طبعاً ها. هذا شيء ثاني. مسألة الإصلاح في البحرين لم يكن مصدر هاجس، لأن يدرون أنه شعب لشعب البحرين، ويدرون أن هذا الشيء هو لصالح. ما قيل مثلا أن هالاضطرابات بسبب هالإصلاحات؟ لا أبداً. الاضطرابات كيف تأتي الاضطرابات بسبب إصلاح؟ الإصلاح دائماً أن إطلاق الحريات بهالشكل هذه المطلق، وإحنا للحين ما متعودين، يعني هاي ما يقال. شعب البحرين شعب مسؤول، ولما تطلق حرياته بشكل يعرف يتحمل مسؤوليته حقيقة. إحنا الحمد لله فخورين بأنفسنا، وقد نكون من خيرة الشعوب في المنطقة في التعامل مع حرياته وكيف بكل مسؤولية، ولذلك إحنا قصة نجاح. رغم وجود يعني هذه المكونات في مجتمعنا اللي قد تكون فشلت في دول أخرى، هناك دولة فيها هذه المكونات فشلت أمنيا، هناك دول فشلت سياسيا في أن تقدر تشتغل مع بعض، وعندها هالتعقيدات، خلينا بين قوسين تعقيدات. احنا قصة نجاح، وهذه يعود حقيقة إلى أن احنا يعني مجتمعنا بني على أسس صحيحة من مطلع القرن 20 لما بدأنا ودخلنا في الحداثة، بنينا على أسس صحيحة، صار عندنا مجتمع صالح، صار عندنا مجتمع واعي مثقف وعارف شلون يمشي خطواته إلى الأمام، ولذلك احنا متفائلين جدا جدا. لكن لما جينا للاضطرابات اللي أقول لك أن هذه شيء تختلف، طبعا أي اضطراب ليس فقط في البحرين، أي اضطراب في أي بلد في دول المجلس التعاون يتداعى له باقي الجسد أنه يعين في ما هو ويأثر ولا يترك. ولذلك يعني حقيقة الوقفة اللي جاءت بسرعة من دول مجلس التعاون إلى البحرين ممثلة في وزراء خارجيتها كان حقيقة موقف واضح وصادق بأن ما يجري في البحرين هو شيء يعني يهمهم جميعا، واستقرار البحرين هو بالنسبة لهم خط أحمر كما هو استقرار المملكة العربية السعودية أو أي دولة أخرى، أو الكويت أو الإمارات أو قطر أو عمان. كلنا معروفين نحن طريقنا واحد، ويعني
وفي مصير واحد. هل حدث مثلا أن يكون في احترازات لا تنتقل عدوى مثلا هالاضطرابات الى الدوله المجاوره مثل المملكه العربيه السعوديه مثلا؟ لا مو بعن المملكه العربيه السعوديه طبعا. انا اي باعتبار ان في تواصل يعني حدود سياسيه بيننا وبينهم يعني. اي اضطراب الحين ما في حدود سياسيه هالايام الحين مع وجود مع وجود كل هالترابط السايبر ما في اي حدود الحين. الحدود مرسومه فقط لما الواحد يوصل الى محطه الحدود ويحط جوازه على الكاونتر. هذه هي الحدود اللي نشوفها، بدام احنا بعيدين عنها ما في حدود. فالمساله ما فيها الان لا ابدا. ما في شك ان اي اضطرابات في اي مكان ما في شك ان قد تمتد، لكن وهذا هو سبب تحملنا مسؤوليتنا جماعيا في هذا الشأن بالضبط يعني. ولذلك لكن مساله مخاوف بهذا الشكل يعني انا هالمعطيات هذه لما تجلسون على طاوله الحوار ان احنا ترى من ضمن منظومه، ترى احنا مو جزر معزوله، احنا يعني هاي لا أيضا توضع يعني في عين الاعتبار لما أنا أحط مطالب وأحط حدود وأحط سقف وأحط أيضا لا أريد أن أسبق ما هو على طاولة الحوار، لكن مو فقط أنه يوضع على طاولة الحوار أنك كمحاذير، لكن نعلم أن كل مشارك في هذا الحوار سيأتي وهو يعلم بهذا الشيء، يعلم أن احنا جزء من هذه المنظومة الأكبر، المنظومة اللي فيها خير لنا جميع. اللي لما نكون مع بعض ما بنخاف على أنفسنا، لما نكون متفرقين فنحن في رياح شديدة الهبوب. لا إن شاء الله. لا إن شاء الله. ننتقل لرد الفعل الأمريكي، ويعني التصريحات اللي وردت من الولايات المتحدة الأمريكية أحياناً كأنها يعني متضاربة. أحياناً تتحدث عن ضبط النفس وأحياناً تؤيد الإصلاحات وتؤيد الحوار. لم تكن متضاربة. انظري لها من البداية كان هناك قلق لما يجري. طبعاً تصاعدت وتيرة الأحداث صحيح في مملكة البحرين، وسقط ضحايا، تصاعد تغير الكلام شوي من ناحية قلق لسقوط هاي الضحايا وعدم قبولهم مثل ما احنا عدم قبولنا ان يكون هناك عنف. ثم وصلنا الى الموقف ايجابي بدعم الحوار. فالمسألة لم تتضارب بل تطورت بشكل مع الأحداث يعني. مع الأحداث طيب. ايضا كذلك من بريطانيا، ايضا كذلك من الامم المتحده. فكل الان الحقيقه الان نرى الدعم الدولي يتزايد. انا كل يوم اتلقى اتصالات من كثير من وزراء خارجيه دول العالم، وحقيقه انا مقدر لهم هذا الشيء. فيه دعم كامل لمملكه البحرين ولاستقرارها ولاصلاحها وللمضي قدما. كلنا طبعا الكل ذكر لي ان العنف ليس طريق الى الامام، وانا اتفقت وياهم في هذا الشيء. لكن هل نحن اردنا العنف؟ ما حد يبي العنف. لا أحد يريد العنف في هذا البلاد، فإحنا اتفقين. لكن أنا رأيت في كل هذه المواقف طبعا مملكة البحرين وفي المكالمات مع نظرائي في الدول الصديقة والشقيقة رأيت دعم كامل وموقف ثابت مع مملكة البحرين. المقابلة اللي أجراها سمو ولي العهد مع محطة CNN، هل كانت هي خطاب للشعب الأمريكي للإدارة الأمريكية؟ كان خطاب طبعا. شنو الرسالة، الأهم رسالة وجهها صاحب السمو؟ وجه خطاب كلام لشعب البحرين معاكم هنا من البداية، ثم تكلم مرة ثانية إلى شعب البحرين. الخطاب الأول والأخيرا يوجه إلى شعبنا، شعب البحرين. كلنا إحنا. الخطاب الثاني، لأن الصورة اللي اهتزت للبحرين عالميا، البحرين وصلت إلى أن تكون الخبر الأول في مختلف أنحاء العالم، وللأسف خبر سيء. صحيح. خبر يعني خبر لا يفرح بأن هناك خلاف في هذا البلد الطيب. طيب، فخطابه هو للعالم كله. CNN محطة ليست فقط أمريكية. نعم هي موجودة بداياتها ومقرها في أمريكا، لكن ما في فندق ندخل فيه في العالم ما نشوف فيه CNN في مختلف أنحاء الكرة الأرضية. فهذه الرسالة كانت للعالم كله. وحقيقة أنا بعدين لما كنت أتابع في الإعلام الاجتماعي وأشوف ردود الفعل على، لأن خطاب سمو ولي العهد انتشر ليس فقط تلفزيونيا، صحيح، انتشر حتى عن طريق اليوتيوب وعن طريق كل مكان. ردود الأفعال اللي رأيت أن كيف الناس تطمنت من أشخاص في جنوب أفريقيا أو في تشيلي أو في باراغواي أو في الفلبين، أنا أتابع أن البحرين على الطريق الصحيح. فهذه المسج كانت للعالم كله، لا تخافون على البحرين، قادرين على حل مشاكلنا، ولا تظنون ان احنا ننزلق الى هاويه، بالعكس نحن اقوى. ها
هل قصد تشبيه الوضع بإيرلندا أن يقول للشعب الأمريكي أو الإدارة الأمريكية أن هناك يعني خصوصية للخلاف بين قوسين البحريني عن أي خلاف آخر أو عن أو ما ينظر له وكأن امتداد لثورات مثل مصر وتونس؟ لا أبدا، يعني يشير إلى أن يعني كيف أن الخلاف إذا وصل إلى تلك الدرجة كما وصلت في أيرلند أن ممكن يوصل البلد إلى حرب أهلية وإلى إلى 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 خلاف قد يتأثر منه الشعب بنفسه ويؤدي إلى فرقة. لكن أيضا يعني أيضا في هناك مسج ثانية أن يعني مثل ما الشعب الإيرلندي قادر على أنه يطلع منها، إحنا طبعا قادرين نحس أكثر منه ألف مرة، لأن ليست بيننا خلافات بذاك العمق اللي قد تكون موجودة ما بين طوائف هناك في إيرلندا. إحنا كلنا ترى يعني مهما كان نسمع سنة وشيعة، هذه قضية ليست مرتبطة بالبحرين. البحرين فيها سنة وشيعة، لكن المنطقة كلها فيها سنة وشيعة. لكن إحنا أنجح ناس، نجحنا الحمد لله رب العالمين إن إحنا نتعايش مع بعض، ولذلك يعني إحنا أقوى من أن نكون من أي مثل ثاني. أعتقد التاريخ الممتد عبر هالقرون هذه أقوى من أن يعني ينهدم أو يمحى في هالأيام. لن يهدم ولن يمحى. أي واحد يظن أن شيء أن النسيج الاجتماعي لمملكة البحرين وأن ما حققته مملكة البحرين عبر العصور أنه يسقط في لحظة، هذا شخص يحلم أو حقيقة لا يفهم كيف الأمور تمشي في البلدان. احنا الحمد لله بخير وألف خير إن شاء الله. سؤالي الأخير حول رد الفعل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. طلبت وزارة الخارجية بضبط النفس البحرين، يعني وزارة الخارجية الإيرانية. طبعا الكل كان يعني مهتم بمملكة البحرين، وقد يكون هناك صدرت بيانات متسرعة ولا تقرأ الواقع بحق وحقيقة، وأنا قد أعذرهم بفهم خاطئ للأمور، لأن اللغة لم تكن لغة صحيحة اللي سمعناها من جمهورية إيران الإسلامية. لكن أيضا في وضع متطور مثل هذه قد يكون الفهم أو قد يكون النظرة لم جانبت الواقع، وإن شاء الله الحقيقة هي اللي تثبت لهم. ليش ما أصدرت البحرين طلب ضبط النفس للجمهورية الإسلامية الإيرانية وهم عندهم نفس الاضطرابات أو يمكن لا أوجه أخرى؟ نحن لا نتدخل في شؤون الآخرين حقيقة. لا نتدخل في شؤون الآخرين. نحن إذا حصل شيء في منطقة معينة من انهيار للنظام الأمن، نحن نخاطب مواطنينا، وزارة الخارجية تخاطب مواطنينا أن لا تروحون أو طلعوا أو غيروا خطتكم في السفر. أما فيما يتعلق بالأوضاع الداخلية للدول الأخرى فنحن نفضل، وهذه سياسة جلالة الملك وهذه سياسة البحرين وخطها، لا تتدخل في شؤون لا جيرانها ولا القاصي ولا الداني. آخر كلمة توجهها للمعتصمين في دوار اليوم؟ أوجهها يا إخواني، طريقنا إلى الأمام مع بعض، طريقنا هو الحوار، طريقنا هو الآن يعني جمع قلوبنا مع بعض، مداواة الجرح الذي حدث في الأيام الأخيرة، ونحن قادرون على ذلك. وأنا أعلم إن كان كل مواطن في البحرين، إن كان هذا المواطن اللي تجمع اليوم في جامع الفاتح، إن كان المواطن اللي موجود في دوار اللؤلؤة، إن كان المواطن اللي ما طلع من بيته، عارفين في قرارات نفسنا إن إحنا في خلال فترة سنكون أقوى وأقوى وأقوى. كل اللي أدعوهم أنهم يتقبلون وبصدر رحب أن الحوار والحوار الحقيقي سيكون هو الطريق إلى الأمام. وأنا حقيقة يعني لست متشائم، والله العظيم لست متشائم، أنا متفائل لأن شعب البحرين أكبر من هاي الأمور كلها. شكرا لك معالي الوزير هاي اللقاء. شكرا جزيلا. شكرا لك، وإن شاء الله ننقل هالتفاؤل هذه لجميع شعب البحرين. إن شاء الله. اللي هو كل لا يتجزأ. إن شاء الله كل لا يتجزأ. إن شاء الله. شكرا لكم حسن متابعتكم. شكرا.